أن النبي كان يأخذ يقرع بين نساء، يحط قرعة تخرج معه واحدة من زوجاته في كل معركة. وهذا كلام للحريم مرة ثانية وللنساء ولبناتنا، أن المرأة كانت تقف خلف الرجل حذو القذة بالقذة فيما يختص بها، فإذا برسول الله تقول عائشة كان النبي يقرع بيننا، يحط قرعة، وكنت في تلك المعركة معه. القرعة كانت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه عائشة الطاهرة المطهرة، حصان رزان من كريم الخرائد، مهذبة من طيب من طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. عائشة رضي الله عنها أطهر من ماء زمزم وأنقى من 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 حمام الحرم، الشريفة الطاهرة العفيفة، أمنا رضي الله عنها وأرضاها، اللهم اجمعنا بها مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. النبي تقول عائشة، اسمعوا الرواية، تقول عائشة فكنا ولما عاد النبي، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود، تقول نزلنا منزل لنستريح فيه، هذا المكان اللي صارت عندها المشكلة، تقول فذهبت لأقضي حاجتي، راحت مكان بعيد تقضي حاجتها، تقول فلما أخذت أقضي حاجتي فإذا برسول الله أمر بالجيش أن يمشي، تقول فلما أقبلت على مكان الجيش ما وجدت الجيش، وجدتهم قد ذهبوا، وكان النساء في ذلك الوقت خفافا يعني خفيفات، وقد حمل الرجال هودجي لخفتها يعني هي خفيفة ليست بالسمينة، فظن الرجال أنني في داخل الهودج، فوضعوا هودجي على راحلتي، على الناقة التي كانت تركب عليها رضي الله عنها وأرضاها. تقول فرأيت من نفسي أن أرجع أجلس في المكان اللي كنت فيه حتى لا أضيعهم، لعلهم يفتقدونني في الطريق ويرجعون إلي يبحثون عني. تقول فرجعت رضي الله عنها وأرضاها في ليلة يا لها من هداد فيه ليس فيه بصيص يلوح ولا نجم يسطع. تقول فغفت عيني، أنا تعبانة، وغفت عيني فنمت. تقول فإذا بصفوان ابن المعطل، صحابي جليل مهاجري شهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش وظيفتك يا صفوان؟ ليش انت جاي متأخر؟ وظيفة صفوان كان يبحث عن اي شيء يسقط من متاع، يعني يتفقد الجيش، اي شيء طايح، شيء نسوه، ما انتبهوا له كان يتفقده، وكان يعس يعني يراقب المكان بعد ان يتحرك الجيش، وهذه خطة النبي، وهو يجي عقبهم قد لا يدركهم الا بعدهم بيوم او ساعات احيانا. يقول رضي الله عنه وارضاه صفوان بن المعطل فرجعت اتفقد مكان الجيش ابحث عن شيء. يقول فرأيت سوادا من بعيد، فقلت نسى القوم او الجيش متاعا لهم، فلما تقدمت فاذا بها ضعينة رسول الله، فاذا بها عائشة زوجة النبي. تقول عائشة انا كنت نائمة، غفت عيني رضي الله عنها وارضاها، فقال صفوان انا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فاستيقظت من استرجاعه، وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول قمت من صوته، فاستيقظت من استرجاعه وخمرت وجهي ولبست جلبابي، والله ما كلمني كلمة وما كلمته كلمة إلا أنه أناخ راحلته وقال لي اركبي، فركبت عليها وانطلق يقودها، فهلك من هلك، ورميت المحصنة البريئة بما رميت، ودخلت رضي الله عنها في الظهيرة. اليوم الثاني أقبلت رضي الله عنها مع صفوان، والظهر قد خرج والنهار، فرآها المنافق ابن أبي سلول ورآها المنافقون فقالوا فيها رضي الله عنها ما قالوا، فأشاعوا الفرية، لماذا تأخرت؟ لماذا بقيت مع صفوان بن المعطل؟ ليش صفوان تأخر معها أيضا في آخر الصف؟ لماذا نحن نصل في الليل وهي لا تصل إلا في النهار؟ والله ما ضرها كما يقول شيخ الإسلام، إنما ما يثبت براءتها قبل نزول القرآن أنها جاءت مع صفوان على دابتها أو على راحلته في النهار في وضح النهار، فأقبلت ودخلت على القوم ربيبة عفة وحياء وطهر، معاذ الله أن تأتي الحرام، ولكن يطيب لأسود القلب التجني ويشوي عند جاهله العقاب. رقص الخبيث وأرعد
وأزبد وتحدث المنافق، وما أكثر أهل النفاق اليوم، وما أكثر الذين يشوهون سمعة المؤمنين، وما أكثر المحاربين لهذا الدين. فلو لبس النهار، لو لبس النهار لباس أبا أبي لدنس ثوبه وضح النهار، لكن الله جل وعلا أراد شيئا فكان، والطاهرة غافلة عما أراده أولئك المنافقون. ذاع الخبر وانتشر الكلام أن عائشة رضي الله عنها تأخرت مع صفوان لأنها تريد أن تفعل الفاحشة معه. أصيبت رضي الله عنها، ومن أقدار الله أنها تقول: أصبت بحمى فجلست في بيتي، والله ما علمت الخبر وما علمت أن الناس تحدثوا فيني. الرسول لم يخبرها، وأبو بكر ما أخبرها، وأمها ما أخبرتها. تقول: فبقيت على هذا الحال إلا أنني استنكرت لطف النبي. تقول: أنا استنكرت الرسول، كان النبي لطيفا حينما أمرض، أما هذه المرة فما رأيت منه ذلك اللطف وذلكم الاهتمام الذي كان النبي يفعله معي حين المرض. فاستأذنته أن أمرض في بيت أبي، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فذهبت وتمرضت في بيت أبي، وأبو بكر الصديق سمع الفرية وسمع الخبر، ومرت عليه الليالي عظيمة، ومرت على آل بكر الليالي ما مرت على رجل مثله. يقول رضي الله عنه: والله ما علمت أحدا من أهل المدينة، مرت عليه ليالي كما مرت علينا آل أبي بكر حينما رميت عائشة رضي الله عنها بما رميت، لكنه يحسن الظن في ابنته وينتظرون الفرج من السماء، والرسول صابر. ومن حكمة الله انقطع الوحي عن رسول الله وينقطع جبريل مدة شهر، والفرية تنتشر والمنافقين يتحدثون، والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم ويصعد على المنبر فيقول: يا أيها القوم، أو يا أيها الناس، إني سمعت رجلا آذاني في أهلي وقال في أهلي ما ليس فيهم، والله إني ما علمت عنهم إلا خيرا، وأنتم تشهدون بذلك. والفرية تنتشر، والنبي يحاول أن يكون حكيما حازما يحسم الإشاعة ويظهر البراءة ويقطع القالة في حكمة، في حكمة ما وعت أذن ولا سمعت بها منذ أزمان وأدهار. ما كل الرجال لهم عقول بها في كل خطب يستبان، ففي الناس العقارب والأفاعي ومن هو في الخديعة ثعلبان. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عند حسن ظن بزوجه، لكنه بشر والوحي لم ينزل، فذهب إلى أسامة فقال: يا أسامة، ماذا تقول في عائشة؟ قال: يا رسول الله، ما علمنا عن أهلك إلا خيرا. وذهب النبي يسأل زينب بنت جحش، لأن أخت حمنة بنت جحش إحدى اللواتي نشرت الفرية، هي لم تصدق لكنها قالت هذا الكلام كما قال غيرها، قال ذلك حتى حسان بن ثابت، وقاله مجموعة من أولئك الأطهار لكنهم بشر. قال: ماذا تقولين في عائشة؟ قالت: والله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا. فإذا برسول الله يسأل الجارية، قال: ماذا تقولين في عائشة؟ قالت: يا رسول الله، إن زوجك كالذهب الأحمر، ووالله لو أنها فعلت ما قيل فيها لأخبرك الله من فوق سبع سماوات. وحال الصحابة: يا رسول الله، زوجك الله إياها ولن يدلس عليك فيها، ولو فعلت ما فعلت لأخبرك الله جل وعلا. وأبو بكر مهموم كأن القلب تنهشه السباع، لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل. انقسم الناس أربعة أقسام: منهم الذين صدقوا وهم ساكتون، ومنهم الذين كذبوا وهم ساكتون، ومنهم من شاع خبرهم وأخذوا يتحدثون وهم ليسوا بمصدقين لكنهم من باب فقط الفضول، ومنهم أفاكين منافقين ينشرون الفرية. تقول عائشة: خرجت في ليلة بعد أن نشط، طابت من الحمى التي جاءتها ولم تعلم رضي الله عنها بما قيل فيها، خرجت مع أم مصطح وابن مصطح ابن خالتها، أو مصطح ابن خالتها،
أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه، شهد بدرا وتكلم فيها مع حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم جميعا، تقول: فمشيت مع أم مسطح أقضي حاجتي، ونحن راجعين عثرت أم مسطح. ومن عادة العرب إذا عثروا يسبون من كان سببا في المصيبة التي تأتيهم. قالت أم مسطح: تعس مسطح أو هلك مسطح. قالت عائشة: لا تقولي هذا الكلام، والله إنه رجل شهد بدرا مع رسول الله، والرسول أخبر أنه من شهد بدرا قد غفر الله له. قالت له أم مسطح: والله ما علمت يا عائشة ماذا قال عنك. قالت: وماذا قال عني؟ قالت: رماكي بالزنا، رماكي بالفاحشة والزنا، حتى قال الناس بقوله. فقالت عائشة: أهو قال الناس عني هذا؟ قالت: نعم قال الناس عنك ذلك. تقول: فبكيت. قالت أم مسطح: فشهقت شهقة، خشيت عليها أن تموت، وركضت رضي الله عنها وجرت حتى دخلت إلى بيتها، فلقت أمها عند الباب فقالت: يا أمه، إنني سمعت ما يقال عني، أو حقا ما قيل؟ قالت أمها: إيه والذي نفسي بيده، لقد سمعنا ما قيل. قالت: أو علم أبي؟ قالت: علم الصديق رضي الله عنه. قالت: أو علم رسول الله؟ قالت: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فأخذت أبكي حتى كاد أن يغشى علي، وأبو بكر كان في سطح البيت يصلي، فسمع صوتها وبكاءها فنزل، فقال لأمها: لما تبكي عائشة؟ قالت: إنها علمت ما يقول عنها الناس، وتفطرت كبدها من البكاء. وقام أبو بكر رضي الله عنه الشريف الطاهر وبكى رضي الله عنه وأرضاه، وقال: والله ما من أهل بيت أصابهم مصيبة كما أصيب بيت آل أبي بكر، والله ما رمينا بها في الجاهلية، أفنرمى بها في الإسلام؟ والله ما رمينا بهذه الفرية في الجاهلية، أفنرمى بها في الإسلام؟ فقال النبي، فقال عمر لرسول الله: يا رسول الله، زوجك لقد زوجك الله إياها، ووالله إن الله لا يدلس عليك. فبكى رسول الله وقال: قل لهم يا عمر، قل لهم يا عمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر فوقف وقال: يا أيها الناس، بلغني أن رجلا يؤذيني في أهلي، وما علمت عن أهلي إلا خيرا، وقد شهد الناس بذلك، وقد ذكروا لي رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، ولا دخل بيتي إلا بإذني، وقد شهد بدرا معنا، فمن يعذرني في حقي من هذا الرجل؟ قولوا أنتم أيها الناس. فقام أسيد بن حضير من الأوس فقال: يا رسول الله، والله ما علمنا عن أهلك إلا خيرا، إن كان من الأوس قمنا وقطعنا رأسه، وإن كان من الخزرج فمرنا فنقطع رأسه. فقام سعد بن عبادة وقال: اسكت يا أسيد، لن تستطيع أن تقطع رأسه. أخذته الحمية فقال أسيد: اسكت يا منافق، إنك تسكت على من يتكلم في عرض رسول الله. فقام رسول الله وأسكتهم وقال: اسكتوا أو اصمتوا، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على عائشة، تقول: دخل علي النبي، وكانت الجلسة الأخيرة بعد قرابة الشهر من انتشار الفرية. قالت: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه من الهم ما أصابه،
فدخل فإذا بأبي وأمي فقال: يا عائشة اصدقيني القول، إن كنت فعلت ووقعت فتوبي فإن الله تواب رحيم، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله من فوق سبع سماوات. تقول: فجهشت بالبكاء والتفت على أبي أبو بكر فقلت: يا أبتي أجب رسول الله. يا أبتي أجب رسول الله، كأنها تقول: دافع عني يا رسول الله، يا أبي. فقام أبو بكر فقال: والله لا أدري ماذا أقول. فالتفتت إلى أمها وقالت: يا أم أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أدري ماذا أقول. تقول: فقمت وأنا أبكي فقلت: أما أنا فسأقول له ما قال أبو يعقوب في حق يوسف، أو أبو يوسف يعقوب. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول: والله ما قلتها إلا وعلمت أن الله سيبرئني، وكنت أظن أن الله جل وعلا سيري رسوله رؤيا في المنام يرى براءتي، وما علمت أنه سينزل في قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قالت: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغشاه ما تغشاه، وعلمت أن الوحي ينزل عليه. تقول: فإذا برسول الله ينحدر عرقه، ثم أخذ يتبسم وشكر الله وسجد وأخذ يدرج لها البشارة، فقال: يا عائشة أبشري أبشري، إن الله برأك من فوق سبع سماوات. إن الله برأك من فوق سبع سماوات، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن جملة الإنعام قولي لك الحمد. فأخذ يتلو صلى الله عليه وسلم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. وتلا رسولنا صلى الله عليه وسلم كبره منهم له عذاب عظيم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم. يا ويل الذين يتهكمون ويفترون على الناس، وخاصة النساء الغافلات، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم ختم الله الآيات: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نزلت الآيات، واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج عليه الصلاة والسلام، وصعد المنبر وأخذ يخطب الناس ويتلو عليهم هذه الآيات، آيات تنزه وتطهر، أتطهر هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها، وتطهر كذلك أو تجبر أسرة آل الصديق رضي الله عنهم، وجبرا لمصابهم وازديادا في أجرهم. وقد توعد الله
من وقع فيها رضي الله عنها. وقد أجمع المسلمون خاصة وعامة أن من تكلم في عائشة رضي الله عنها عاقبه الله ولعنه وعليه لعنة الله وله عذاب شديد. وكما قال الله جل وعلا: لا تحسبوه شرا، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هذه الإفك وهذه حادثتها، وهم هم المنافقون في كل زمان ومكان. ولعلي أنا بهذه المناسبة أقول لكل امرأة أو فتاة أو مظلوم اتهم في عرضه أو ظلم ظلما شنيعا من قريب أو زوج أو أهل زوج أو جيران أو أقارب أو أصدقاء، أقول اصبروا، فإن الله جل وعلا إذا علم صدقكم وصدق لجوءكم إليه سوف يثبت براءتكم. وأحذر من يقعون في أعراض الناس، وأخص رجال الإعلام وأهل الصحافة، أنادي شبابنا وفتياتنا ومن يكتبون في هذه الوسائل في تويتر وغيرها أن يتقوا الله في نقل الشائعات والافتراءات والكذب والإفك على المؤمنين والمؤمنات.